بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد بدأنا في صبيحة أو في عصري أو في ظهري هذا اليوم بترجمة الإمام إسحاق المؤتمن، وقلنا أنه هو واحد من أولاد الإمام جعفر الصادق وذرية رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجهل حياتها الكثير من المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالغت جماعات أخرى في مدح أهل بيت رسول الله حتى غلوا وخرجوا عن الحق والطريق، وبالغ قوم في التفريط في حب أهل البيت حتى أنكروا فضلهم وجحدوا قدرهم، فنسأل الله العافية والسلامة. ونحن بحمد الله لا نؤمن بالإفراط ولا بالتفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الوسطية وهذه البركة تجعلنا نجل أهل البيت ونحترم أهل البيت ونعترف بفضلهم لما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكثير من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك. والإمام إسحاق بن المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق للأسف لا يعرفه إلا القليل القليل. وقلت في الصباح وقلت في العصر أن هذا الكتاب الذي بين أيديكم هو من الكتب المتفردة، إذا بحثت عن ترجمة مستقلة للإمام إسحاق المؤتمن لن تجدها، لا عند السنة ولا عند الشيعة. حتى الشيعة الذين هم مغرمين بأهل بيت رسول الله قد يذكرون إسحاق المؤتمن لكنهم لا يفردونه بالترجمة. أنا جمعت هذه الترجمة لأعرف به أولاً، ولأقول لعلماء الحديث إن أهل البيت هنا لهم روايات، لهم وجود، فلا بد أن نجل قدرهم. لا يجوز لنا تضعيف من ليس له سبب في تضعيفه إلا بحجة. ضعف كثير من أهل البيت يعني بجريرة أنهم من أهل البيت، ولأن الدول التي عاشوا في زمانها لم تكن على وفاق مع فكرهم ومع عقيدتهم ومع منهجهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا لكم أن السيدة نفيسة زوجة الإمام إسحاق المؤتمن قد كتب فيها البوصيري قصيدة عصماء رائعة، أيضا ممن شغف بحب السيدة نفيسة وقال في مدحها. الشيخ أحمد الكناني قال: بهذا الرحاب رحاب الكرام أنخت ركابي فحاش أضام. إذن هذه قصيدة عندكم كاملة. وكذلك ممن مدحها أحمد الخامي يقول: يا صاح إن رمت الحياة الفاخرة فاقصد حما بنت الكرام الطاهرة. قصيدة يعني نحن يعني لا يسعنا الوقت أن نقرأها، هي أمامكم وفي كتابكم ومعكم. كذلك مدحها الأستاذ أحمد فهمي يقول: قف لائدا بسليلة الزهراء بنت النبي كريمة الآباء، وإلى آخرها. وقيل أيضا في مدحها: يا من له في الكون من حاجة عليك بالسيدة الطاهرة. يعني كل من له حاجة، وقد جرب العلماء والماضون
أن من له حاجة لم تقضى يذهب إلى السيدة نفيسة فيدعو الله لا يدعوها. وهذا ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال إن الدعاء مجرب عند قبر السيدة نفيسة في سير أعلام النبلاء، وهذا له أصل من السنة، فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله حضر وفاة أبي سلمة فصاح من صاح، فقال الرسول مه يعني اسكتوا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. هنا حضرت روح من؟ روح أبي سلمة قد فارقت الجسد، فوجود الروح هذه المباركة تجعل الدعاء مستجاب. ولا شك أن من منكم أعطاه الله قلبا سليما يزور أو يقف عند الإمام الحسين أو عند سيدنا رسول الله أو عند غيره من الصالحين يشعر بروحنا وإيمان وسعادة وراحة لأثر هذه الأرواح الطاهرة في هذه الأماكن المقدسة. كرامات السيدة نفيسة، بعض الناس يعني إذا ذكر الصالح لا يعرفون إلا كراماته، وهذا علينا اليوم أن نغير طريقتنا. أولا نذكر الجانب العلمي، أين أخذ، من شيوخه، من تلاميذه، ماذا كان يصنع، ما هي عبادته، ما أثره في المجتمع، لأن بعض الناس الآن مغرمين فقط بالكرامات، وهذا يجعل المعارضين لنا يقولون هؤلاء يعيشون في الأوهام، يسمونها بعد ذلك خرافات لأنه لم يقرأوا العلم. فعلينا أن نبدأ في الترجمة بالعلم ثم نذكر شيئا لا بأس. لما قدمت السيدة نفيسة إلى مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر نزلت بالمنصوصة، وكان بجوارها دار فيها قوم من أهل الذمة ولهم ابنة مقعدة لم تمشي قط، فلما كان في يوم من الأيام ذهب أهلها في حاجة من حوائجهم وتركوا المقعدة عند السيدة نفيسة، فتوضأت وصبت من فضل وضوئها على الصبية المقعدة وسمت الله تعالى فقامت تسعى على قدميها ليس بها بأس البتة. فلما قدم أهلها وعاينوها تمشي أتوا إلى السيدة نفيسة وقد تيقنوا أن مشي ابنتهم كان ببركة دعائها وأسلموا بأجمعهم على يديها، فاشتهر ذلك بمصر وعرف أنه من بركاتها. فضل الله واسع. قالت يا رب اكرم هذه البنوتة الصغيرة هذه بالعافية، فأكرمها الله. إلى الآن موجود نساء في ماليزيا وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان، إذا أحست أن بنتها حامل تضع يدها على بطن بنتها الحامل تقول لها ما شاء الله، تحرك يدها ما شاء الله إن عندك بنتا، الله أكبر، كيف عرفت؟ أي جهاز هذا إلكتروني اخترق البطن ورأى الذكر أو الأنثى؟ هذه فراسة المؤمن، هذا ليس عيبا أو خطأ أو طعنا في العقيدة. سيدنا أبو بكر الصديق يا أحباب عندما حضرته الوفاة قال يا بنية تعالى، ينادي على عائشة، قالت لبيك يا أبتا، قال أوصيك بأخويك وبأختيك، هي مع اثنين خوان ومع أخت واحدة أسماء، قالت لا بأس عليك يا أبي، يعني ظنت أن الرجل يخرف، قالت إنما هي أسماء معي أخت واحدة، أختي واحدة وليست اثنتين، قال لا ليس على أبيك بأس، إنما في بطن زوجتي معه زوجة صغيرة، إنما في بطن زوجتي هي بنت فأوصيك بها، وأنجبت بنت وأنجب بنتا ولدت بعد وفاة أبي بكر، سميت أم كلثوم. أبو بكر مخرف؟ لا والله، ولكنها فراسة المؤمن. فعلينا أن نعلم هذا، وهذا في تراجم الصحابة والتابعين كثير، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله ينور قلوبنا. مشكلة هذه الجهل، التعصب، الغباء، الحكم على الآخرين هكذا بهوى. نسأل الله أن يكرمنا بالعافية. ذكرنا هنا جملة من كراماتها، ثم تحدثنا عن وفاتها وأنها في سنة 208 توفيت الحرة التقية نفيسة الطاهرة المشهورة، ويوم توفي
الشافعي أدخل عليها حتى صلت عليه، يعني توفي قبلها الشافعي بأربع سنوات وصلت هي على الشافعي رحمها ورحمه الله تبارك وتعالى. نأتي الآن عندما نترجم لإسحاق المعتمر أو نترجم لأي علم، علينا أن نأخذ منهجية، أولا ولادته، نشأته، شيوخه، تلاميذه، زوجاته، ثم نصل إلى أولاده، وبعد الأولاد نذكر بعد هذا التلاميذ والمؤلفات، يعني فهمت، منهجية علمية، هذه يسمونها الأكاديمية، يعني هذه طريقة يعني رائعة. أما البعض يعني يذكر هنا أحد أولاده وهنا أحد كتبه وهنا، يعني يصبح الكتاب يعني فيه من التيهان. عندما تعود إلى فهرس الكتاب منظم، هذا في مكانه، هذا في مكانه، فيسهل عليك الوقوف على العنوان الذي أنت ترغب فيه والذي لا حاجة لك به الآن أعرض عنه، لكن يوم أن تحتاج إليه ستعود إليه بسهولة بيسر. الأولاد الإمام إسحاق المعتمر خمسة: محمد وجعفر والحسن والحسين والقاسم. أما عن أمهات أولاده فلقد ذكر أو ذكر أن أم ابنه محمد هي السيدة كلثم بنت علي بن عمر بن علي بن الحسين، وبقية أمهاتهم وأولادهم هنا. عندما نذكر هؤلاء الأولاد يعني نعرف أن لهذا الإمام عقب، لأننا بولين في هذا الزمن أن بعض الناس لا يعترفون ببعض أهل البيت، ولك هذا يعني من أخبرك بذلك؟ تقدم معنا عندما درسنا الأدب النبوي قلنا الطعن في الأنساب لا يجوز، يعني هل عندك الآن حجة على نسبة نفسك إلى أبيك؟ ها؟ نسبة نفسك إلى أبيك؟ أمك صادقة وأبوك صادق. بعض الناس يعني أعوذ بالله شكاكين، عندهم شك. عندنا بعض البدو الجهال إذا جاء في يمشي يقول له شخص يعرفه قبل 30 سنة: من هذا الذي معك؟ يقول: ابني. ثم يخفض صوته إن صدقت أمه، أعوذ بالله، يعني إن كانت أمه كاذبة وقد نامت مع رجل آخر فهو ابن لذاك الرجل، لا حول ولا قوة. ما هذا الشك؟ ما هذا؟ هذا ليس بدين. الطعن في الأنساب ليس من الدين، نهى الإسلام عنه. لهذا نحن وضعنا هذا الحديث حتى يعني ينشأ أولادنا يفهمون أن هذه أشياء يعني أو يعلمون أو يدربون تطرق أسماعهم بالحقائق العلمية قبل أن تطرقها الأشياء المخالفة للشرع، حتى لا يعني تنطلي عليه بعض هذه الأمور. أيوة، أحاديث وأخبار مروية بأسانيد ذرية الإمام إسحاق المعتمر، يعني الإمام إسحاق المعتمر ذريته موجودة، يعني موجودين يتناسلون. من المسلم عند المسلمين قاطبة سنة وشيعة ثبوت وصحة ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم حيث قال: قام يوما فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، بمعنى أن أهل البيت سيبقون لن ينقرضوا، الآن موجودين في ماليزيا، في الصين، في بريطانيا، سبحان الله، هذا ببركة رسول الله بقي نسله. لكن بعض ماذا نقول العميان لا يدركون هذا أو ينكرون هذا أو يتعامون عن فضل أهل البيت، وهذا خطر كبير، لأن تكذيب حديث الرسول المتواتر كفر خطير.
إنكار آية من كتاب الله عز وجل كفر. الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آيات كثيرة في فضل أهل البيت جاءت صريحة. أنا هنا ذكرت بعض أسماء يعني رجال من ذرية إسحاق ابن المعتمر أو إسحاق المعتمر، محمد بن إسحاق بن جعفر، هذا ذكر ابن عساكر قال أخبرنا أبو الحسين ابن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله قالوا أخبرنا أبو جعفر المعدد قال أخبرنا أبو طاهر المخلص أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن إسحاق ابن جعفر ابنه عن عمه محمد بن جعفر، هذا محمد بن جعفر الصادق يسمى محمد الديباج، محمد الديباج هذا قام بثورة ضد بني العباس، أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لما حضرته الوفاة دعا بابنه معاوية فنزع شنقا من أذنه وأوصى إليه، يعني الذي يعلق في الأذن، نعم، وفي ولده من هو أسن منه وقال إني لم أزل أؤهلك لها، يعني قصدي هنا نذكر ليس عندنا المتن هو المهم، هنا عندنا ليه السند أن هذه الذرية لا تزال موجودة ومتعاقبة، والله سبحانه وتعالى جعل فيهم بركة، ويوجد من ينتسب لرسول الله مقصرين، بعض الناس إذا وجد أحد يعني من المنسوب لأهل البيت يعني تاركا للصلاة أو عاصيا يقول ها شوف هؤلاء نحبه، لا إله إلا الله، أنت لماذا تمسك السيء؟ لماذا لا تمسك الصالح؟ لماذا تمسك العاصي؟ لا تمسك العابد؟ فهم؟ وهذا خطأ، يعني ليس خطأ من الإنسان، ولكن يعني من شرفه الله بالنسب الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام كان الأولى به أن يكون صالحا عالما عابدا، لكن بعض الناس مروا بظروف وعصوا الله، ونسأل الله لنا ولهم ولكم ولكل المسلمين المغفرة والتوفيق، لولا توفيق الله لما كنا، يعني من الذي حبسكم في هذا المكان وأمركم أن تحضروا؟ الرغبة في العلم، لكن أيضا معها توفيق من الله، لولا توفيق الله لما حضرنا، نسأل الله عز وجل كما أحضرنا أن يوفقنا للعلم النافع إن شاء الله. وذكرنا جملة، يعني شوفوا الآن عندكم الدولابي هذا المتوفى عام 310 يذكر إيه؟ يعني رواية عن ذرية إسحاق المؤتمن، قال الدولابي أخبرنا أو أخبرني أبو القاسم كهمس بن معمر أن أبا محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق، هذا شوفوا إسماعيل بن محمد بن إسحاق وجاء باسمه كاملا بن جعفر بن محمد بن علي بن إسحاق بن علي بن أبي طالب، تعرفون من هذا الدولابي؟ الدولابي هذا تلميذ للنسائي صاحب السنن، الدولابي هو تلميذ للإمام النسائي عليه رحمة الله عليه رحمة الله. أيضا الخطيب البغدادي يذكر سندا آخر، الحاكم يذكر سندا ثالث، البيهقي يذكر سندا رابع، كل هؤلاء موجودة أسانيدهم، الرافعي يذكر سندا خامس، ابن كثير في البداية والنهاية يذكر، يعني كل هؤلاء لهم ذكر ولهم وجود، ما علينا إلا أن نقرأ، لأن الإنسان كما يقولون عدو ما يجهل، إذا أنت لا تعرف شيء فإنك ستعاديه، لكن إذا عرفت إذا تعلمت وإذا تنورت ستصبح دالا على الخير آمرا به، والله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم بالتوفيق، والتوفيق علينا يعني لن ينزل من السماء، التوفيق لا ينزل من السماء، التوفيق يأتي بالتعرض له، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنا لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، يعني التوفيق للعلم، هل أنت وأنت جالس في البيت يا رب اجعلني عالم اجعلني عالم، أمي قول يا الله اجعل ابني عالم،
تنظر إلى والدك يا سيدي الوالد، ادعو الله أن يجعلني عالم، أنا ذاهب للنوم. يوميا تنام وتأكل، تنام وتأكل، تنام وتأكل، كيف ستصبح عالم؟ سلكت، طلبت النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس. سفينة بتمشي على اليابس؟ خرافة. إن السفينة لا تمشي على اليابس. تريد علم؟ مسك لك قلم واشتري لك دفتر وتحرك من درس إلى درس إلى درس، واقرأ كلما انتهيت من كتاب اقرأ الذي يليه، ثم لخصه، ثم تجد نفسك ما شاء الله حصلت. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب حصل. يقول سيدنا علي: لا فخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. اذهب إلى الأدلاء، من يدلك على العلم؟ من يدلك؟ العلماء. يقولون: يا ولدي أنت تحتاج أن تقرأ في النحو. أنا إذا جاءني طالب يريد أن يقرأ نحو، نقول له: أتقرأ القرآن الكريم؟ قال: نعم. أقول له: تعال يلا جيب المصحف اقرأ. فكان ضعيفا في القرآن، نقول: لا، لن تفهم العلوم جميعها إلا أن تقرأ كتاب الله أولا، القرآن أبو العلوم، افتح العلوم. كيف طالب يدرس منطق أو تفسير أو حديث أو عقيدة أو فقه أو أصول هو ضعيف القرآن؟ لا، مشكلة. كتاب الله مهم جدا أن نجيد أولا تلاوة القرآن الكريم. ذكرنا بعد ذلك عنوانا يعني لم يعني بحثت فيه جيد حتى يعني يظهر لنا شيء، نماذج من ترائم تراجم ذرية الإمام إسحاق الموتى، يعني جماعة من أولاد 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 أولاد. شوف هذا الحسن ابن إبراهيم العلوي، من هذا العلوي؟ عندما ترى العلوي يعني نسبة إلى علي بن أبي طالب. قال ابن حجر: الحسن ابن إبراهيم العلوي النصيبي، منطق هذه نصيبة، من ذرية إسحاق ابن جعفر. شوف الثاني أوضح، هو محمد ابن موسى ابن محمد ابن الحسين ابن أحمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن الحسين ابن إسحاق ابن جعفر. وهذا ترجمته فين؟ في المقصد الأرشد، هذا الإمام أحمد بن حنبل. ولسان الميزان لمن؟ للحافظ الذهبي. يعني حاولنا أن نذكر عددا، عندك هذا الشيخ محمد الفقيه، يعني ينسبون بعد ذلك إلى بلدانهم، إلا أن نسبهم ليس عليه غبار. وروينا بعض الأشياء التي يعني أو الكتب أو التي فيها أسانيد هؤلاء وذكر لهؤلاء ذرية الإمام إسحاق المؤتمن. و هنا ما شاء الله تبارك الله ذكرنا لكم سبعة منهم، ووصلنا معكم إلى الوفاة، وفاة الإمام إسحاق المؤتمن. توفي الإمام إسحاق المؤتمن بمصر كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر، سبحان الله، بمصر لكنه ليس مشهور، والمشهور من مر. إيه المناتي يتكبرن فرحانات، يعني النساء أكثر شهرة من الرجال. يمكن عندما يتخرج هؤلاء الطلاب تكون واحدة من الطالبات ذات نشاط علمي في معهدها في أسرتها، تبني بنات وتبني بيتا كريما طاهرا، وبعض الشباب ينشغل بالمال أو ينشغل بالتجارة أو ينشغل، نسأل الله الثبات. فلا ندري أينا السعيد وأينا الذي يكتب له القبول، ونسأل الله أن يكون القبول حليفنا جميعا. هي همة وإرادة
إن خططت لنفسك نجحت مع الطلب للدعاء والابتهال إلى الله. يا رب وفقني، يا رب اعطني. سبحان الله، أنا من طبيعتي أن إذا شيء حصل مكروها في بيتنا، يعني لا قدر الله أحد أهلي انكسر أو مات أو مرض، يعني مباشرة أرى في النوم شيئا يعني كالتنبيه. عندما كنت أدرس في الأردن في مرحلة الماجستير مرضت أمي، فشعرت الرادار عندي ما شاء الله المحرك البحثي في مشكلة. اتصلت، ايه المشكلة؟ قالوا أمك سقطت وانكسرت. قلت الحمد لله على كل حال. كلمتها واطمأنيت عليها وقلت لها الله يعطيك العافية. لكنها بعد ذلك هي لما حست بمرض شديد قالت لوالدي ولإخواني لا تخبروا ابني بشيء، لأن عندي اختبارات قريبة، لا تخبروه بشيء أبدا. وهي توجهت إلى الله أن لا أرى شيئا. هذا الذي استغربت أنا، يعني الحمد لله أحس، ما أحسست بشيء حتى ماتت. ماتت وأنا لم أشعر بشيء، فأنا قلت في شيء في الكون، أنا لم أحس بشيء. عندما عدت وأخبرت بوفاتها قلت ما الذي حدث يعني كيف؟ قال لي والدي إن أمك طلبت منا ذلك وتوجهت إلى الله بالدعاء أن لا تحس بشيء. يا الله، الأم عظيمة، شوفها الأم كريمة، يعني لا تريد أن يعني يتعطل مجرى حياتي حتى وأن كان انتقالها إلى الدار الآخرة. فالعظمة بالترتيب بالنيات. نسأل الله عز وجل أن نراكم نافعين في أنفسكم، منتفعين بالعلم أنتم أولا، ثم تنفعون أهلكم، تنفعون بلدكم، تخططون لتدريسي وتدريبي وتعليمي الآخرين. وكما يقول العلماء فاقد الشيء لا يعطي. هل تستطيع أن تتصدر تعمل حلقة لتدريس الحديث وأنت ضعيف؟ سؤال هذا لا أعرف وهذا لا أعرف وهذا لا أعرف، قم قال لا أعرف، هذا نصنع بك. لكن إن كنت مؤهلا تفضل، هذا سؤال هذا الجواب، هذا سؤال خذ الجواب، هذا سؤال يحتاج بحث لا بأس. لكن ليس كل شيء لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف، فما الذي جاء يعني لماذا جئت هنا؟ توفي الإمام إسحاق المؤتمن بمصر كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر، وحسب اطلاعي على المصادر التي ذكرت الإمام إسحاق المؤتمن لم يذكر تاريخ وفاته. وعلى كل حال فلقد عاش يقينا إلى عام 208، كون هذه السنة هي التي توفيت فيها زوجته السيدة نفيسة، وكان عازما على نقلها إلى المدينة، كان يريد أخذ جثتها إلى ليه؟ إلى المدينة، لولا إصرار أهل مصر على بقائها عندهم في مصر لحبهم لها. فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار. انظروا يا شباب إلى الفهرس، الفهرس هذا مهم جدا من أجل أن تعيش مع الكتاب. انظر إلى الفهرس دائما، ما هي المواضيع التي ترغب في الاطلاع عليها؟ ستجدها هنا بسهولة. دائما حتى عندما تكتب بحثا أو تكتب يعني تقريرا في الجامعة، مسألة الفهرس هذه والترتيب يجعل الكتاب له معنى.